الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توب كولكرمان تطالب المجلس الانتقالي بهذا الطلب لمصلحة الشرعية اليمنية، فلنشاهد التفاصيل. اعتبرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توب كولكرمان أن تسليم المناطق المحررة للحكومة الشرعية سيحميها من السقوط بقبضة الحوثيين، وقالت كرمان في تدوينة على موقع فيسبوك أن الطريق لحماية مأرب وعدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة وغيرها من المناطق التي قيل عنها محررة من السقوط بيد الحوثي هو التسليم الكامل لهذه المناطق للشرعية وتسليم أسلحة الميليشيات التي شكلها التحالف لها لتدير البلاد من العاصمة المؤقتة عدن، أو فإن الحوثي سيلتهم مؤقتا كل تلك المناطق وسيحتفظ بسيطرته على صنعاء، حيث أضافت هذه الميليشيات الفاشية وجدت لتتلاشى، هذا قدرها ومصيرها، وسيطوي شعبنا انتفاشتها التي صنعت على عجل وعلى حين غفلة من التاريخ. وهاجمت كرمان من أسمتها بالتكوينات الميليشياوية التي صنعها التحالف وغيرها من التكوينات الحزبية ووصفتهم بالمغفلون. ومنذ أسابيع تشهد محافظة مأرب معارك هي الأعنى منذ اندلاع الحرب في البلاد أثر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة، لكن الجماعة تواجه مقاومة شرسة من قوات الجيش الوطني مسندة بالقبائل التي تمكنت من استعادة عدة مواقع وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة.